طيب نروح للمونديال عشان برضو الملفات كتيرة جدا، وامبارح شفنا مباريات مهمة وشفنا برضو المنتخبات العربية بتلعب، لكن ما شفناش الأداء المرضي قوي من تونس. ربما من السعودية شفنا أداء مرضي لكن نتيجة غير موفقة. خلينا نبدأ ب يعني منتخب تونس وأستراليا، وما كانش فيه أداء حتى يعني يسعد به الجماهير التونسية أو العربية بصراحة، غير متوقعة برضو. اتفق معاكي، نتيجة صادمة. انا بالنسبة لي اتصدمت امبارح من مستوى تونس. الحقيقة تونس عملت مباراة جيم دفاعي اكتر من رائع ضد منتخب الدنمارك، ومنتخب الدنمارك بالمناسبة منتخب من المصنفين حاليا في على قارة على مستوى اوروبا، منتخب كان تقيل جدا. فان بهذا الشكل وان منتخب تونس يقبل، يعني معروف ان قوه منتخب استراليا في وجهه نظري لا يقدم كره قدم، سواء ان هو بيعتمد على يعني القوه البدنيه والقوه الجسمانيه ثم الكرات العرضيه، وده المفروض كان جلال القدري مدرب منتخب تونس كان يعمل حسابه، لكن للاسف لم يتم عمل حسابه والهدف سجل من كره ثابته وكره عرضيه، وبالتالي منتخب تونس حتى لم يستطيع العوده. انا حتى كنت وانا بتفرج على المباراه، انا يعني وجهه نظري حتى تونس كانت اتعادلت بالامس فرصها صعبه جدا للمباراه القادمه بالنسبه ليها فرنسا. فللاسف الشديد تونس اقرب العرب حاليا سترافق، يعني ان هي ترافق قطر للخروج يعني بشكل مبكر من كاس العالم. طيب السعوديه بقى وضعها ايه؟ احنا شفنا اداء استثنائي وشفنا نتيجه غير متوقعه بالمره، نتج عنها فرح بلدي كبير اتنصب في العالم العربي كله طبعا فرحه بالاداء والنتيجه اللي عملوها او اللي حققها المنتخب السعودي. جينا مع الماتش الثاني ليهم شفنا برضو اداء محترم جدا وشفنا تكتيك ملموس في ارضيه الملعب، ولكن هنرجع ونقول اليوم ما كانش يومهم وخسروا اللقاء الثاني. انت شايف ان لسه في فرصه امام السعوديه اخدم في الاعتبار ان هم هيلعبوا مع المكسيك اللقاء القادم؟ انا عايز اقول لك الكلمه، انا كنت متوقع النتيجه دي، ما كنتش مستغربه قدام بولندا، لان منتخب بولندا ليس منتخب الارجنتين. منتخب الارجنتين بيهاجم بصوره دايما، صحيح ان هو ليس حاليا في افضل المستويات، لكن هو من نوعيه المنتخبات اللي بتهاجم بصوره دايما، وبالتالي منتخب السعوديه هو اللي كان بينتظر وبيعتمد على اخطاء منتخب الارجنتين على عكس منتخب بولندا. منتخب بولندا عنده خط دفاع قوي جدا، صحيح ان المنتخب السعودي اخترقه وحصل على ركله الجزاء، لكن يعني الدوسري حقيقه يعني ركله الجزاء هو كان بيتعامل مع حارس متمرس جدا في ركلات الجزاء، هو تشيزني حارس مرمى يوفنتوس متمرس جدا في ركلات الجزاء، وبالتالي كان المفروض يسددها بشكل اقوى من كده وفي زاويه ابعد من اللي هي كانت قرب منتصف المرمى. بالفعل كان في المتناول، وبالتالي منتخب بولندا لعب على نقاط قوته واستغل نقاط الضعف اللي في خط الدفاع المنتخب السعودي، ومستغل طبعا تحديدا غياب سلمان الفرج. غياب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي اثر بصوره كبيره جدا في عمليه وسط الملعب وفي عمليه صناعه اللعب في المنتخب السعودي. طبعا ليفاندوفسكي انهى عقدته بالامس اخيرا وسجل اول هدف. أول هدف في هي فعلا عقدته كان في ايه في ليفاندوفسكي؟ مش مفهوم يعني. في 2018 ثلاث مباريات لم يسجل، المباراه الاولى ضد المكسيك في هذا المونديال اضاع ضربه جزاء، وبالتالي هو حس الموضوع يعني هو لو حسم على خلاص يعني تحس ان يعني في حاجه فعلا ما كانتش مفهومه يعني الموضوع كان نحس، مع انه كان قبل كده رائع جدا وتالق جدا وناس كانت بتتكلم عليه، زي ما كانت بتتكلم مثلا عن مين في بدايته، مثلا خليني اقول لك كريستيانو او ما اعرفش يعني في كتير. هو ليفاندوفسكي واحد من اعظم المهاجمين اليوم في تاريخ الكوره، بنتكلم حاليا على لاعب تجاوز 600 هدف في مسيرته، وليه خصوصيه يعني حتى في جريته في مشيته في يعني ليه كاريزما خاصه جدا وليه خصوصيه كلاعب. انت بتشوف اوجه التفرد اللي فيه ايه هي؟ انه بيسجل من يعني الناس كلها مثلا بتبقى شايفه ان الكوره يعني في اماكن صعبه جدا، هو بيتحرك بطريقه جميله. لو شفنا الهدف الاول التحرك بتاعه كان اكتر من رائع، رغم ان الزاويه يعني هو المفروض كان يحطها في المرمى، رغم ان الكره بعدت عنه، لكن هو تحرك بذكاء وشاف زيلينسكي لاعب بولندا ونجم نابولي وازاي يعني بصها له بصوره رائعه جدا، وزيلينسكي حطها الهدف الاول. الهدف الثاني هو كان متوقع ان عبد الاله الملك هيغلط، واضح جدا، وده طبعا خبره كبيره جدا، لاعب دول فعلا المهاجمين اللي فعلا وزنهم ذهب، لان هو كان متوقع ان عبد الاله الملك هيغلط، وبالفعل غلط وسجل الهدف الثاني. طبعا بكائه ده هو فسره امبارح بعد المباراه وقال انا كنت مضغوط كبيره جدا، كان من احلام حياتي ان انا كنت اسجل في كاس العالم. ومنتخب بولندا حاليا هو يعتبر متصدر المجموعه وفرصته كبيره جدا في التاهل، صحيح ان المباراه المقبله ليه طبعا ضد المنتخب الارجنتيني، لكن قدامه فرصه، ومباراه السعوديه والمكسيك مباراه ليست بالسهله.